أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أخت بالله تقول: هذه الأسئلة تعرض على فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تذكر فضيلة الشيخ هذه السائلة في سؤالها الأول بأنها فتاة معوقة وتحمد الله على ذلك، تقول: لا أستطيع المشي وقد أصبت بإعاقتي منذ أن كان عمري سنة واحدة تقريبا، وإن شاء الله أنا صابرة محتسبة، هل تعتبر هذه الإعاقة ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ولو أنها منذ طفولتي المتبكرة؟ هل اعتبر من المؤمنين الذين ابتلاهم الله في رفع درجاتهم وحط سيئاتهم إذا احتسبت وصبرت؟ حدثونا عن ذلك وعن جزاء الصابرين مأجورين. نرجو ذلك، أن يكون هذا تمحيصا ورفعة للدرجات، فإن المسلم إذا ابتلاه الله ببلوى فإنه يؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب ولا يجزع، ويكتب الله له أجر ذلك، أي أجر صبره واحتسابه. ولكن إذا كان هناك علاج للإصابة ودواء للمرض فإنه يبحث عن الدواء والعلاج، لأن هذا من باب فعل الأسباب النافعة، ولا ينقص ذلك من أجره ومن صبره. وإذا لم يكن له علاج فإنه يصبر ويحتسب. وقد يكون الإصابة بالمكاره عقوبة للمسلم على ذنب فعله أو تقصير حصل منه، يحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وما ذكرته السائلة من الإعاقة المبكرة هذا قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، فعليها الصبر والاحتساب ورجاء الأجر من الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم.